ومن الجزائر ينضم إلينا كريم صندولي مراسل الغد. كريم، كيف تسير التحضيرات حتى الآن للانتخابات، وما نسبة الإقبال المتوقعة غدا على صناديق الاقتراع؟ مساء الخير أريج. يعني حتى الآن التحضيرات على قدم وساق، السلطة الوطنية المستقلة يعني أشرفت على عملية إرسال أوراق الانتخابات إلى كافة مراكز الاقتراع في الجزائر، وعددها 61 ألف مكتب للاقتراع و13 أو 13 ألف مركز للاقتراع. بالتالي هذه المراكز تم تزويدها بالأوراق اللازمة. هناك هدوء وسط حماية كبيرة من طرف رجال الأمن والشرطة بشكل عام، لأن المديرية العامة للأمن خصصت يعني مخططا خاصا لحماية صناديق الاقتراع أولا، وأيضا حماية مراكز ومكاتب الاقتراع من أي تعد، وسط أيضا تهديدات من السلطة التي أكدت بأن عقوبات صارمة يعني توجه أو يعني تكون في حق كل من يعتدي أو يحاول التشويش على العملية الانتخابية. إذن الأمور حتى الآن تسير بشكل عادي، هناك حذر، هناك ربما الهدوء الذي ممكن يسبق العاصفة، عاصفة ربما الانتخاب، لأن لو تتجول وسط المواطنين لا يبدو هناك اهتمام كبير سواء كانت الحملة الانتخابية الفارطة أو حتى الآن بالانتخاب. هل سيكون سلوك الانتخاب هو الحاضر غدا؟ لا يدري أحد ذلك، لأن الطبقة الصامتة اعتادت أن تغلب الكفة سواء في صالح المقاطعة أو في صالح المشاركة. نسب المشاركة لا توجد هناك يعني مراكز لسبر الآراء أو لاستطلاع رسمية ممكن أن تعطينا ربما على الأقل لمحة عن المشاركة، لكن السلطة تمني النفس على الأقل لو تتجاوز هذه الانتخابات حاجز 35 أو 40% من نسب المشاركة. يدري الجميع بأن سلوك أو يعني هاجز العزوف عن الانتخابات أصبح ظاهرة في السنوات الأخيرة، لا سيما لو نسقط ذلك على الاستفتاء على الدستور الذي لم يتعدى 23.7%، ربع الهيئة الناخبة فقط يعني تمت أو انتخبت على هذا الدستور وحددت شكل الجزائر الجديدة مثلما يقول الرئيس عبد المجيد تبون. لو نتكلم عن هذه الانتخابات، ما هي أهميتها يعني في ظل كل الوعود التي تطلقها السلطة وخاصة الرئيس؟ هي أهم، هي أول أقول انتخابات في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، هو من نادى بها، هو من حل البرلمان، هو من استدعى الهيئة الناخبة، وهو من شرع قانون الانتخابات الجديد بأمرية رئاسية. إذن الانتخابات بالنسبة للرئيس عبد المجيد تبون هي جسر للعبور إلى الجزائر الجديدة التي يعد بها. سيكون ذلك لا محالة، لأن لا يوجد قانون يقول إذا كانت نسبة المشاركة ضعيفة أو كبيرة سيتحدد أو ستلغى أو ستكون الانتخابات مقبولة. بالتالي مهما كانت يعني نسبة المشاركة سيمر هذا البرلمان. شكرا لك كريم قندولي مراسل الغد، كنت معنا من الجزائر.